مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مرة اخرى مع هاد الزوجة اللي حصلت الزوج ديالها مع العشيقة ديالو، مازال قدام الدار، حلفات ما تحركش حتى يجيو الامن، حيتاش فايتة المرة الاولى سمحت ليه، ولكن هاد السيد هذا مازال زايد فيه كيف ما كنقولوا، مازال مرة اخرى عاوتاني كتحصلوا مع العشيقة ديالو في الدار. دابا بغات توجه النداء الناس ديال الامن انهم يجيو لعندها باش تاخذ الحق ديالها، لا هي لا وليداتها كيتشردوا في الشارع، كتعيش ظروف جد قاسيه، خاصه ان من كورونا هو سامح فيها، عاد كيعنفها وبزاف ديال الامور كتسامح كتقول ماشي مشكل الله يسامح على قبل وليداتي على قبل ولادي ما نصيفطش باهم للحبس، ولكن هذا السيد زاد فيه لدرجه ما كيصرفش على ولادو نهائيا. ودابا هي كيف ما كتشاهدوا مازال قدام الدار اللي فيها هذا السيد هو والعشيقه ديالو. السلام عليكم اختي، قربي لك الميكرو. عليكم السلام. اختي شنو المشكل؟ شنو هذا الراجل؟ شنو مازال دار معاك؟ شنو عاودي لينا؟ ما دار معايا حتى شي حاجه وكيخونني مع هذه السيده هذه العشيقه ديالو. انا دابا قدام المحل اللي هما فيه. هم هو تيخونك هذه السيده؟ شنقول لك؟ من ولدت هذاك ولدي الاخراني هو داك السيد كيخونني، كان عيا من عييت منصبر عييت منصبر عييت منصبر، كيضربني كنقول ماشي مشكل، كيبقى بات وليداتي كنقول بلا ما نمشي ندعي بلا ما حتى شي حاجه، ولكن دابا كثر انا اصلا دمرت نفسيا، دمرت في صحتي، دمرت في حياتي، ولا في الاعصاب، ولا في وليت مريضه، ما النعاس ما بقيتش كنعس ما حتى شي حاجه، وانا كنطالب دابا من السلطات ياخذوا لي حقي. دابا انت فينك اختي حال دابا الان؟ في التشارك في الناعيم. ها قدام الدار اللي قلتي لي فيها هو والعشيقه. الراجل ديالي راجلي هو والعشيقه ديالو. اها. انا حيد حيد. انا كنطالب دابا من السلطات ياخذوا لي حقي، وبغيت نشوفه معذب قدام عينيا. هاد المره اختي قلتي لي ما غاديش نسمح ليه. زاد فيه. زاد فيه بزاف، ما غاديش نسمح ليه. كنطلب من الله ومن السلطات ياخذوا لي حقي. مناش اختي انت هنا كتسناي؟ مناش وانت كتسناي؟ من العشرة. من العشرة الصباح وانت جالسة؟ وانا جالسة هنايا. وليداتك ما واكلين ما حتى شي حاجة؟ ما واكلين ما حتى شي حاجة، جالسين في الشارع. يعني قلتي لي انا هاد السيد غنحلفت ما نتحرك من هنا حتى يجيو الامن. حتى يجيو الامن. تم الاعتقال ديالو. هو ديك العشيقة ديالو. شنو كدير هاد العشيقة ديالو؟ كتواصل معاك؟ كتقلتي لي كتعايرك؟ كتتصل بيا في نمرتي، كطلع غير البريفي، كتبدا تعاير، كتبدا تهدد، كتقول لي هبطتي لكازا ندير لك ونفعل لك، وكتبقى تقول لي هذوك الوليدات غير ردي لهم البال غنيتمك فيهم، ومن كنحيد انايا نمرتي كدوز للوالد. من عندها التسديدات عندك في التليفون؟ كنحيد الكارطه اللي كتكون كدير ليا فيها، ما كانش عندي لا تسجيل لا والو. دابا عندي واحد الاوديوات كتعاير فيهم الوالد ديالي، دابا دازت النمره ديال الوالد ما كتخليني مسكين لا بو لا جد، عين من السروال لتحت. راجلك علاش في المره الاولى سمحتي ليها بالتلقيان الزوجي؟ كنقول على وجه الوليدات وعلى وجه العشره اللي دوزت انا وياه. الساعه هو ما دارش بوجه هذا الشيء كاع نهائيا. دابا ما كيعرفهم لا بصير لا بماكله لا بتشي حاجه، ودابا ولدي عنده المدرسه، وليداتو بجوجهم عندهم المدرسه، ما مسوقش ليهم كاع، كاينين ولا ما كاينينش، مي كنقول لك يقول لي سري قلبي لهم على باهم. هاد السيده اختي قلتي لي انت خدمتي كانوا عندك الفلوس، كاع فلوسك خداهم؟ كنت خدامه في السعوديه، قبل ما نمشي للسعوديه كنت خدامه في الرباط، كندير هادشي ديال الكوميرس. انا واحد البنت صاحبتي عشت خدمت معاها 5 سنين وانا خدامه معاها، ومشيت للسعوديه ضربت فيها عامين، وكاع داك الرزيق اللي دار منهم هذيك الطوموبيله، وصلح منهم في المحل، ودار منهم من خواني لاحني دابا للزنقه انا ووليداته. فين غادي دابا انت ووليداتك؟ ما قلتي لي ما عنديش حتى فين غنديهم؟ ما عنديش، غنبقى انا في الزنقه انا وولادي، حتى من والدي ما بقاوش باغيني. دابا اختي انت حاليا قلتي لي انا ما غاديش نتحرك حتى يجيو رجال. غنبقى هنايا حتى نشوفهم بعيني خارجين. يعني كنشوفو ان السيد عذبك بزاف، تكرهتي؟ عذبني في حياتي. هاد العنف اللي كنتي كتعرضي ليه، يعني عندك صور بالعنف؟ عندي درتي به شكايه على العنف على الخيانه من غير المره اللي لا ما عمرني درت به شكايه، كنشوف كنقول راه كيبقى بات وليداتي، مسامح كريم، واخا كيضرب كندير صور كنتصور وكنخليهم عندي. وفي شهر 3 هذا، غير شهر 3 هذا، يلا درت لي تنازل وخرجته. اليوم اختي عيطتي لينا حنا كشوف تيفي، قلتي لينا انا راه تنتعرض للخيانه والزوج ديالي كان مع العشيقه ديالو، يعني انت دابا حاليا كطالبي برجال الامن؟ الامن كنطالب من الامن والجمعيات وكلشي، كنطالب من الناس وكلشي يوقفوا معايا، الله يرحم ليهم الوالدين.
انا راه ما عنديش فين نعيش انا ووليداتي، هو عنده محالاته وعنده بخيره بخميره، ماشي شي واحد اللي ما عندوش. شنو الخدمه ديالو هو؟ الشيفور ديال الرموك. الشيفور ديال الرموك، يعني الحاله الماديه ديالو كيفاش دايره؟ الحاله ديالو ميسوره، ماشي شي واحد اللي ما عندوش، عنده وكاري دابا يا جوج مكازات وكاري واحد الشقه. المحل اللي كنت باغا نسكن فيه انا ووليداتي جيت لي عليه اليوم في الصباح لقيت ساكنين فيه الناس. دابا انت حاليا فين غتسكني انت وهاد الوليدات؟ وغنقضي انا وياهم في الزنقه، ما عنديش فين نسكن، حتى من والديا على قد الحال ما بقاوش باغين، قالك بزاف نهزوا هاد الوليدات. لاني كنشوفك اختي انك تحقرتي وانا كي محقوره، خاصه هادشي تحقرك بهاد الطريقه هادي، خيانه زوجيه والعنف وهاد الامور. يعني كنتمناو تدخل ديال الجمعيات، تدخل ديال الامن، اي واحد قادر يعاون هاد السيده. حافظ الرقم ديالك؟ غنعطيه لك. اعطيني الرقم. هرب التليفون. يعني الله يجازيكم بخير، تواصلوا مع هاد السيده، عاونوها ساعدوها باش ان شاء الله تاخذ الحق ديالها. نداءنا للجمعيات ايضا، الجمعيات هي يعني هي سيده كتعرض للخيانه الزوجيه وكتعرض للعنف، وعاد وليداتها في واحد الحاله اللي صعيبه بزاف، وليدات مكرفصين لدرجه هزات وليداتها وداتهم غير العروبيه. قولي لي اختي الرقم ديالك. 074 0774 48 48 36 19 36 19. هذا هو الرقم ديال هاد السيده هادي. الله يجازيكم بخير، تواصلوا معها. النداء حطيناه للجمعيه النسائيه، حطيناه للناس اللي قادرين انهم يساعدوها، ورجال الامن. يعني هو دابا رجال الامن حضروا على المباشر، حضور ديال رجال ديال الامن في هذه الاثناء مع هذه السيده باش ان شاء الله تاخذ الحق ديالها. حيت حتى امتى غتبقى تسكت على الخيانه الزوجيه؟ وحتى امتى غتبقى تسكت على العنف؟ وكنشوفوا ان الضحيه في هذا الموضوع هما الوليدات، يعني الوليدات الصغار هما الضحيه. يعني هما الرجال ديال الامن غيحضروا على المباشر، يعني الحضور ديالهم باش ان شاء الله. الحمد لله احنا في دوله الحق والقانون، دوله ديال اي واحد مظلوم ولا باغي ياخذ الحق ديالو بطبيعه الحال غادي ياخذ الحق ديالو. يعني الله يجازيكم بخير، عاونوا هاد السيده وساعدوها. والنداء كيتوجه ايضا للجمعيات النسائيه، ها هي سيده كتعرض للعنف وكتعرض للخيانه الزوجيه ومحقوره لواحد الدرجه اللي صعيبه بزاف. يعني الله يجازيكم بخير، تواصلوا معها وساعدوها. وهنا مشاهدي ومتابعي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعه ونتلاقاو في بث مباشر اخر. بالسلامه عليكم.